الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن فرنسا لا تشارك كثيرا في عملية تسوية النزاع السوري في انتقاد جديد لباريس التي سبق أن اتهمها بمفاقمة الوضع في سوريا. وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا حذرتا من فرض عقوبات اقتصادية في روسيا وسوريا بسبب حصار مدينة حلب، فيما شهدت باريس مظاهرة تحت شعار أوقف الإرهاب. أعرب المتظاهرون خلالها عن احتجاجهم على التغطية الإعلامية المتحيزة أحادية الجانب للوضع في حلب. دكتور مختار، عايز أرجع أسأل حضرتك، إحنا اعتدنا أن الوضع في سوريا بيحكمه القوتان الكبرتان في واشنطن وموسكو، صحيح. هل دخلت فرنسا في هذه المعادلة؟ وهل تعتقد أن هذا الاستفزاز الروسي حتى يعني يحفز فرنسا للمشاركة في جانبها؟ شوفي، لا، فرنسا تبقى واخد الجانب الروسي؟ لا، مستحيل. مستحيل. لا طبعا، فرنسا ده واخد الجانب الروسي؟ لا مستحيل ابتداء. فرنسا بالعكس هي واخد الجانب الأمريكي، وهي بتشكل عنصر الضغط على روسيا بدرجه كبيره، وهي من قدمت مشروع القرار للامم المتحده بجانب اسبانيا اللي اثار جدل كبير جدا بيننا وبين المملكه العربيه السعوديه. فانت الى حد كبير جدا الدور الفرنسي هو دور فاعل، الدور التركي دور مهم جدا، بس هناك حديث خارجه في هذا النطاق بتتحدث انه التنسيق التركي الروسي بيسموه تنسيق الضروره، رغم حديه الصراع ما بين الطرفين، وبرغم ان روسيا مش مرتاحه قوي للتدخل التركي داخل الساحه السوريه، وبرغم ان تركيا متوجسه جامد جدا من التدخل الروسي، وتدرك بان التدخل الروسي الى حد كبير جدا تدخل الى حد مهلك في كثير جدا من الامور، وان روسيا تتعاطى مع حلب بمثل تعاطيه مع جروزني او الشيشان الى حد كبير جدا، القصف لكل من هو حي داخل مدينه حلب، القصف للمشافي والاماكن المياه واماكن المستشفيات وغيره، ان مدينه لما يتحدث فيها الامين العام للامم المتحده ويقول ان هذه مهلكه لم نراها في التاريخ منذ الحرب العالميه الثانيه. فانت الى حد كبير جدا بتتحدثي عن ماساه موجوده داخل مدينه حلب. الجزء الاهم فيها او الجزء المعبر فيها هو احنا كعرب بعاد تماما عما يحدث. وكثيرين بيتحدثوا بانه الى حد كبير جدا حلب كشفت الماساه الانسانيه اللي بيعيشها العالم العربي بدرجه او باخرى. احنا نتمنى ان تنتهي الماساه السوريه اذا كانت في حلب او في ادلب او في الحسكه او في دير الزور او في عين العرب او في ريف دمشق او في اي مكان موجوده فيها او الرقه. وان كنت ارى انا شخصيا كباحث او كمراقب ان هذا التدخل الدولي والاقليمي تدخل معقد للغايه والى حد كبير جدا اوصل المشاكل داخل هذه الدول الى مرحله التعقيد، ما عندكش حلول. لا في حل انطرح في لوزان اللي كان موجود امبارح، ولا حتى انجلترا لما لجأت فيها القوى الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي، على اعتبار ان انجلترا هي عرابة المنطقة العربية او منطقة الشرق الأوسط، هي اللي عندها خريطة هذه المنطقة، وهي الى حد كبير جدا كانت تستشيرها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يدور فيها. بريطانيا الآن دخلت في العمق، دخلت في لب الأزمة، ليست داخل الساحة السورية بس، لكن لها دور كبير جدا داخل الساحة العراقية، ولها الدور الأهم جونسون اللي هو وزير خارجيتها وحديثه عن الساحة اليمنية وضرورة إيقاف الحرب اللي موجودة فيها واستجابة السعودية إلى هذه المسألة. فنقدر نقول إنك أنت أمام عمق التجاذبات الدولية والتجاذبات الإقليمية داخل الساحة السورية. بريطانيا موجودة، فرنسا موجودة، تركيا موجودة، إيران موجودة، الولايات المتحدة الأمريكية موجودة، روسيا موجودة، الصين موجودة، فنزويلا في جنوب أمريكا اللاتينية موجودة. الحاجة الوحيدة اللي مش موجودة فيها العالم العربي هو اللي بعيد تماما عن هذا الساحة.